هذه الجبال التي تعمل فيها البعثة الغطرية لأهرامات السودان، وهي مجموعة من الشباب السوداني بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار، وهو برنامج كبير جدا يعني يهتم بالبحث في أهرامات السودان عامة، ترميم الآثار، دراستها، إعادة دراستها، البنية التحتية للسياحة في الموقع. واحدة من الأهداف التي خاصة الجانب السوداني في البعثة اللي كان يعني يقوم بها هو فتح واحدة أو اثنين من الغرف الجنائزية للسياحة، تقريبا هو لشيئين، لإعادة دراستها ومن ثم تركها مفتوحة للسائح يعني. الأهمية في إعادة فتح الهرم الخاص بالملك تابريك هو ما ذكر بواسطة عالم الآثار رايزنر في مذكراته في تقاريره بعد تنقيبه لكل الأهرامات الموجودة في مروي في البجراوية، وذكره لأنه لا تزال بعض الأجزاء من الغرف الجنائزية برضو محفوظة بألوان، والمصطبة اللي بيوضع عليها التابوت بتاع المتوفي دي كلها مزينة بالألوان وكذا. الشيء الثاني والأهم والمهم بالنسبة لنا كآثاريين هو ما ورد برضو في مذكرات رايزنر في إنه قام بتخزين كل القطع الأثرية اللي ما شالها معاه لبوسطن أول ما تحركت من الموقع في الغرفة الجنائزية في الهرم رقم 9. البداية بدأت في سنة 2015، وفي الفترة دي يعني كان المعهد الألماني هو اللي بيتولى مجال الحفريات، وتم الحفر لحد عمق 3 أمتار، وبعدها توقف العمل بسبب مشاكل في طبيعة الأرض بالإضافة لدخول المياه من ناحية الركن الجنوبي الغربي بالنسبة للهرم، وده اللي هو أدى لأنه يقوم يحصل تجويف أسفل الهرم رقم 18. إعادة حفر هذا الهرم كان بالنسبة لنا هدف رئيسي في جانب الآثار وفي جانب الترميم وفي جانب إعداد الموقع للسياحة. فالهرم 9 كان بيمثل للبعثة تحدي كبير، وبرغم يعني كانت فيه العديد من المشاكل الحمد لله الناس قدرت تتخطاها وتعالجها. في معظم سير الأعمال في الهرم في البدايات الأولى اللي هو طبعا تمت الاستعانة ببعض العمال من المنطقة من البجراوية، لكن المراحل الأخرى يعني من الفترة اللي بتصار فيها خطورة الموقف يعني كان بيعمل في الهرم تيم من الهيئة العامة لآثار المتاحف، يعني تيم سوداني بيمتسبوا لهيئة الآثار، وبيحتوي عليه مجموعة من الفنيين اللي هو منهم الناس اللي قاموا بتدعيم بوضع الفتائل بتاعت الحديد لتأمين الصبة المعمولة في هذا الهرم، وبرضو وضع نجارين اللي هو قاموا بتثبيت بعض الأخشاب للمساعدة إنه نقوم نحفر حفرة عميقة للوصول لغرفة الدفن، بالإضافة لخبرات اللي هو في التعامل مع الآثار وفي كيفية استخراجها وفي كيفية إجراء الحفريات. Thank you.
المويه هسه انتوا هسه المشكله المويه الجديده هتعمل شنو؟ المويه هسه برضه دي واحده من الحاجات زي اللي قالوا محتاجين يعملوا دراسه لكميه المويه اللي بتنزل اساسا انت لازم السنه دي تغطي العمل نفسه يعني فيه خطورة كبيرة جدا يعني مجموعة من الشباب خريجين الآثار كلهم سودانيين إلى جانب الفنيين فني الهيئة العامة للآثار والمتاحف يعني تقريبا يعني بيقوم بعمل كبير جدا جدا ويمكن في الآونة الأخيرة يمكن لأول مرة أصبحنا يكون عندنا أتيام متكاملة من السودانيين فيها كل التخصصات وما يحتاج إلى أي خبرات أجنبية. وصلنا لقرار انه نواصل الحفريات يعني بالرغم من المخاطر الموجوده في الهرم وفعلا تم فتح الغرفه الثانيه اللي هي كانت هي يمكن الغرفه الرئيسيه تم فيها تخزين القطع الاثريه برضه بتحتوي على عمودين برضه يبدو انه في فتره الحفريات رايزنر يعني كان فيهم بعض المشاكل بنفس الكيفيه بتاعت الغرفة الأولى لذلك رايزنر يعني تم قام بتدعيم الأعمدة ببناء من الحجر الرملي بالذات العمود الواقع في الناحية الشمالية من غرفة الدفن. فاصل ثلاثة 9 7 SXF الزائر العادي يزور هذه الأهرامات يرى المباني الشاهقة الغرف الجنائزية لكن لا يعرف إنه المقبرة الأساسية أصلا توجد في عدة غرف محفورة تحت الهرم ويمكن يكون عمرها على بعد 10 أمتار بيعتبر حقيقة يعني إعادة فتح الهرم والغرفة الجنائزية في الهرم رقم 9 هو إنجاز للبعثة القطرية لأهرامات السودان من ضمن إنجازات الكبيرة في عمله في أهرامات مروي اللي هي ما شهدت أعمال أثرية منذ حفرياتها بواسطة علم الآثار الأمريكي رايزنر في سنة 1923 طيب الجدار الشمالي القاعدة الجدار الجنوبي أي. فيها تراكتر